السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصفة جديدة كتجمعني معكم على قناة وصفات سعيدة أم جنات. نتمنى تكونوا بخير وبأحوال جيدة. اليوم كيف كتشوفوا واحد العصير هكا يعني صحي منعش، ويعني خصوصا في هاد الوقيته اللي محتاجين بحال هاد النوع من العصائر، يعني كيكون ماشي بارد هكا كنشربوه كعصير يعني في الصباح على غيق، ممكن نشربوه كذلك في الليل هكا. فيه واحد الفوائد كثيره، مفيد لنزلات البرد، فيه غنخدموه ان شاء الله بالكيوي، فاكهه الكيوي وبالحامض وبالزنجبيل او سكينجبير، وغنحليو هكا بالعسل الطبيعي. كيجي واحد العصير اللي متكامل فيه عناصر غذائيه مهمه محتاجين ليها، كيحمينا هكا من نزلات البرد، كيقوي يعني المناعه، وكذلك كيخفف من الام هكا يعني ديال العضلات. يعني الا بقيت كنتكلم على هاد العصائر فما غاديش يعني نحصل الفوائد ديالو. فعندنا هنا واحد تقريبا 4 حبات حتى لخمسة الحبات من كيوي، وعندي بطبيعة الحال هذا الحامض اللي حيدت لي هكا العظومة وحكيت لي هذيك القشرة غير الفوقانية بلا ما نديرو هذيك البيضة لأنها كتكون مرة، وقطعتو هكا دي طرونش. وطبيعة الحال حيدت لي العظم، يعني ضروري تحيدو دوك العظم ديالو لأنه هما اللي كيعطيو ديك المرارة في العصير. وعندي هنا واحد الكمية من سكينجبير، يعني تقريبا هكا يعني نحاولو أننا ما نفوتوش 10 حتى 14 غرام هكا من الزنجبيل، لأننا لا كترنا في الكمية فكيضرنا أكثر ما أنه كينفعنا. وعندي بطبيعة الحال العسل الطبيعي، هذا عسل كيف كنقولوا عسل يعني حر، غنحليو به هذا العصير مفيد بزاف. وهكا اللي ما متوفرش ممكن تكتفيو هكا يعني بسكر عادي، سكر سنيده، ممكن عسل يعني عادي ماشي طبيعي. هنا غادي ندوز غادي نطحن هذوك لي طرونش ديال الحامض بالكميه ديال الماء. تقريبا هنا غادي ندير واحد يعني تقريبا لتر ونصف من الماء، وكنحاول اني هذاك الحامض ما يجينيش مجهد، يعني كنطحنو في نفس الوقت يعني كنذوق هكا يعني الحموضه ديال داك العصير. كندوز هنا كنطحنو مزيان بواحد الميكسور، نحاولو نبعدو ما نطحنوش هكا بالماء بارد. ماذا بينا هكا نشربو دائما مشروبات سخونه، فهاد العصير حنا هدفنا يكون اكثر من انه ذوقي، بغيناه يكون يعني هكا علاجي ونستافدو من الفوائد اللي فيه. هنا غناخذ هذاك الحامض اللي طحنته مع الماء، غادي نصفيه وغادي نضيف عليه هذاك الطريف ديال سكينجبير بعد ما قشرته، غنحكو هكا. وغادي نضيف هنا غادي نضيف الماء باش نعادل هكا ما يبقاش ليا يعني مركز هذاك الحامض، وغادي نضيف كذلك دوك القشور ديال الحامض كيعطيني واحد النكهه زوينه وكيجيني عصير منعش. وهنا غندير يعني نطحن العناصر كامله، ونضيف كذلك هذوك الحبات ديال الكيوي. هنا ممكن يعني نتوما تقدروا هكا يعني تطحنوا كل شيء، ما ديروش بحالي انا، ممكن تطحنوا العناصر كامله وتصفيوا العصير ديالكم، ولكن انا بغيت نستافد حتى من دوك الحبيبات هكا اللي كتكون ديال الفاكهه ديال الكيوي. وهنا ممكن هكا يعني درت هذاك العسل الطبيعي، واللي بغى يحلي هكا يزيد واحد جوج ملاعق ولا على حسب الذوق ديال كل واحد. من الاحسن العصائر هكا ما نحليهمش بزاف، انا اكتفيت بملعقه كبيره من العسل الطبيعي. نتوما ديروا الكميه نتوما اللي بغيتوا، كيجي واحد العصير اللي منعش يعني وكينفعنا بزاف. كتعرفوا الفوائد ديال السكينجبير خصوصا في هاد النزلات البرد، وكيحمينا هكا من الانفلونزا، يعني هكا كيسخن لينا هكا يعني كيمدنا بواحد يعني بواحد الانتعاش زوين مع داك الكيوي. الكيوي كنعرفوه يعني في واحد الفيتامين سي كيقوي المناعه، فيه فوائد كثيره، وكذلك العسل الطبيعي. فكان هذا هو الاقتراح ديالي ديال اليوم، شاركته معكم عصير هكا مغذي مفيد منعش هكا في هاد الوقيته ديال نزلات البرد. الله يحفظكم وينجيكم. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساونيش من لايك والاشتراك، والى فيديو قادم بحول الله.